أهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم قناة عالم المعرفة، فبكم يتجدد اللقاء في مسابقة سؤال وجواب الجزء الثالث. هيا بنا نبدأ، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق والمشاركة. السؤال الأول: من هي أولى زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عائشة، حفصة، خديجة، ماريا. الجواب: السيدة خديجة. السؤال الثاني: ما هي الصلاة المعروفة بصلاة الأوابين؟ صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة الوتر، صلاة الفجر. الجواب: صلاة الضحى. السؤال الثالث: ما هو الطائر الذي لا يتزوج بعد وفاة زوجته؟ العصفور، الغراب، البلبل، الهدهد. الجواب: الهدهد. السؤال الرابع: ما هو أكثر الأيام التي فيها عتقاً من النار؟ يوم عاشوراء، ليلة القدر، يوم الجمعة، يوم عرفة. الجواب: يوم عرفة. السؤال الخامس: ما هي السورة التي كانت سبباً في إسلام عمر ابن الخطاب؟ سورة ياسين، سورة طه، سورة البقرة، سورة الزمر. الجواب: سورة طه. السؤال السادس: ما هي الشجرة التي انبتها الله للنبي يونس عليه السلام؟ شجرة اليقطين، شجرة النبق، شجرة التين، شجرة الزيتون. الجواب: شجرة اليقطين. السؤال السابع: كم سنة استمرت دعوة الرسول للإسلام سراً؟ 3 سنوات، 5 سنوات، 1 سنة، 4 سنوات. الجواب: 3 سنوات. السؤال الثامن: كم عدد أبواب النار عند المسلمين؟ 8 أبواب، 9 أبواب، 6 أبواب، 7 أبواب. الجواب: 7 أبواب. السؤال التاسع: من هو النبي الذي كان يعمل حداداً؟ النبي نوح، النبي إدريس، النبي إبراهيم، النبي داود.
الجواب النبي داود. السؤال العاشر: ما هو آخر ما وصى به النبي قبل موته؟ الزكاة، الصيام، الصلاة، الحج. الجواب الصلاة. السؤال الحادي عشر: ما هو الحيوان الذي لا يتزوج من محارمه؟ الأسد، فرس البحر، الذئب، الفهد. الجواب الذئب. السؤال الثاني عشر: ما هي السورة التي سمعها النجاشي فبكى؟ سورة ياسين، سورة مريم، سورة الملك، سورة غافر. الجواب سورة مريم. السؤال الثالث عشر: كم عدد أبواب الجنة عند المسلمين؟ 7 أبواب، 5 أبواب، 8 أبواب، 9 أبواب. الجواب 8 أبواب. السؤال الرابع عشر: ما هي أعمار أهل الجنة؟ 23 عاماً، 53 عاماً، 43 عاماً، 33 عاماً. الجواب 33 عاماً. السؤال الخامس عشر: ما هو الكائن الذي يصوم مثل البشر؟ الناقة، الأفعى، النمر، الأسد. الجواب الأفعى. السؤال السادس عشر: ما هي السورة التي بدأت بسورة؟ سورة الشورى، سورة النور، سورة فاطر، سورة غافر. الجواب سورة النور. السؤال السابع عشر: من هو الصحابي الملقب بأبي تراب؟ عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب، أبو بكر الصديق، حسان ابن ثابت. الجواب علي ابن أبي طالب. السؤال الثامن عشر: ما هو أول شيء خلقه الله تعالى؟ الماء، الهواء، القلم، العرش. الجواب القلم. السؤال التاسع عشر: ما هي أقصر السور التالية؟ سورة غافر، سورة الدخان، سورة النحل، سورة الزمر.
الجواب سورة الدخان. السؤال العشرون: ما هي أكثر السور التالية طولاً؟ سورة النحل، سورة النساء، سورة الإعراف، سورة المائدة. الجواب سورة الأعراف. والآن كم عدد الإجابات الصحيحة التي حصلت عليها؟ أخبرنا بعددها في التعليقات واشترك في القناة كي يصلك كل جديد. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، ونترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في لقاءات قريبة.